السلام عليكم، سميتي يونس. بغيت نعاود لكم داكشي اللي وقع ليا في حياتي. كنت خدام بخير وعلى خير، مشيت سميتو للبنكة، خديت من عندهم واحد القرض انني نشري واحد بارتمان سكن اقتصادي. خديتها وليت كنسدد سميتو الديون اللي عليا. فجأة كنتفاجئ بواحد الحادثة تصير لي، تكونت ليا عاهة مستديمة. منين تكونت لي عاهة مستديمة ما توقفش على العمل، ما بقاش خدام حتى شي حاجة. وليت ما حيلتي نقلب على باش نخلص كريدي، ما بقاش كنخلصو. وليت عندي جوج وليدات صغار كنصرف عليهم، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. وقفت ما عرفتش شنو غندير. من بعد الحادثة مشيت للسبيطار. منين مشيت للسبيطار نعست اسبوع في السبيطار، ما بقاش كنتلاوح على اساس باش نشري غير الحديد ديال الكشاف. ما وحلت ما لقيتش شكون يشري ليا. المهم جاو ولاد الناس وقفوا معايا وكذا. درت العملية. منين درت العملية، منين جيت نخرج من السبيطار مدة اسبوع، ما عطونيش ورقة ديال الخروج لانني باش نخرج من السبيطار. قالوا لي تخلص 7000 درهم. المهم وقفت بحال ما هكا، مشيت عند الناس ولاد الخير وسميتو وقفوا معايا لانني باش نخلص هذاك السبيطار. خلصته، خديت الاوكي ديال السبيطار باش نبقى كل مره نمشي لعند الطبيب ديالي. منين مشيت لعند الطبيب مبقيتش متبع بحال ما هكا، تبين لي بانني وليت عاهه مستديمه. ما غاديش نبدا نحرك الكشاف ديالي وسميتو. والنسبه ديال العجز هي خرجوها ليا فيها 70% على اساس صافي ما بقيتش قادر انني نخدم. منين شفت بحال ما هكاك وليت كنعيش غير مع الناس. كل مره كيدور معايا هذا، كل مره واقف لا اله الا الله محمد رسول الله. مشيت لاسيرونس على اساس باش نشوف الا كان شي تعويض ولا شي حاجه. منين مشيت لعندهم قالوا لي خاصك تجيب لنا الدوسي ديالك منين وقعت لك الحادثه. من بعد سيمانه وانا سيمانك تنعس في السبيطار، ما يمكنش لي انني نتنقل من السبيطار لعندهم باش انني نعطيهم نبلغهم بانني راني درت الحادثه. ما عنديش كيفاش غندير. المهم ما عليناش. منين مشيت لعندهم ما عرفتش كيفاش، ما بغوش يشدوا من عندي الدوسي ديال المحضر. اضطريت انني نشد محامي. منين شديت محامي عطيتو الدوسي ديالي على اساس باش يوقف معايا باش يخرج ليا شي مبلغ اللي نقدر نسدد به واحد الكريدي ديال الدار. خديتها من البنك، خديت واحد القرض من البنك على اساس باش كل شهر نخلص طريطات. ملي مشيت لعندو اش نقول لك، بقيت كنتسنى خرجوا ليا الخبره. مشيت لعند الخبره ودابا انايا دابا تقريبا مده عامين وانا تنعاني وكنبيع في حوايجي. بعتهم كاملين، بعتهم باش نعيش. وليت مضطر انني نخرج من داري على اساس خفت من البنكه يديو ليا الدار. جيت كريت بيت ب 14 الشهر ومرتي خدامه في قهوه في ميناج باش تخلص هذاك الشهر ديال البيت. وليت كنعيش واحد العيشه الحمد لله لا يرثى لها، يعني تعذبت ما في كفايه. داكشي علاش انايا دابا وحلت وجيت لعدد الناس هادو باش ندير النداء ديالي. مشيت لعند البنكه على اساس باش نتواصل معاهم. قسما بالله العلي العظيم الا مشيت لعندو بمانطا ما كنقدرش نلبس التريكو ديالي، ما كنقدرش نلبسه. هذيك الساعه ملي كنت درت الحديثه وليت كندور على راسي مانطا باش نخرج. ملي مشيت لعندهم، مشيت لعند البنكه. ملي مشيت لعند البنكه قالوا لي خصك تعطينا الدوسي ديال الكوستا ديال البوليس، السبب الحادثه كيفاش وقعت لك. عطيتهم السبب كيفاش وقعت لي الحادثه في 2021، حيت انا ما يمكنش لي انني نمشي لعندهم وانا مضرور. اضطريت انني نمشي لعندهم. ملي مشيت لعندهم هما داروا لي الكاشي هنايا بانهم تسلموا الوثائق ديال الحادثه وتسلموا هذيك الاوردونونس ديال النسبه ديال العجز. منين مشيت لعندهم دابا شنو قالوا لي؟ قالوا لي حنا ما خديناش هادشي.
ورينا الوثائق، ودابا خصك اوبليجي انك تمشي تصيب ليا النسبه ديال العجز جديده باش يمكن لينا ندفعوها، وانا راه ديجي دافعها وكنتسنى الخبير ديال البنك يخرجوه ليا. ما خرجوا لي لا خبير لا حتى شي حاجه، ومني مشيت نسول على المبلغ شحال ولاو كيتسالوني 3 مليون، وقالت لي بان الدوسي ديالك راه مشى للسياج الكبيره. اذا ماشي بالكماله ديال الدار، هذه غير من الحديثه لدابا 30,000 درهم. اما انا خديت من عندهم 17 مليون اللي خديت 30,000 درهم اللي كيتسالوني من الحديثه لدابا، خاصني نسددها باش عاوتاني نعاود معاهم كريدي اللي باقيين كيتسالوا كل شهر. انا عندي عام مستديم ما وحلت، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عنديش دابا حتى الخدمه، منوع عليا اني نخدم، حتى انني مشيت لهاد المندوبيه هذه صايبوا لي هاد البطاقه ديال الاعاقه، راه قال لي غدا ان شاء الله تخرج بطاقه ديال الاعاقه باش نشوف الا كانت شي مساعدات ولا كانت شي حاجه يقدروا يساعدوني، حيت ما صافي هذا هو، ما نقدر لا نخدم لا حتى شي حاجه، هذا هو الحل اللي لقيت. كنتمنى من الله عز وجل يوقفوا معي الناس، لحقاش انا يا صافي الطبيب والبروفيسور حتى هما داروا لي اجتماع على انه يشوفوا لي يدي الحاله ديالها كيفاش وصلت، ومنين شافوا الحاله ديالي قالوا لي عندك واحد الحل، انك دير تينيسات، نديروا لك تينيسات في كتير باش تحرك مده 6 سنين. ومنين مده 6 سنين وانا يلاه عندي 84 في زايد في 84، قال لك انت باقي صغير ما يمكنش لينا اننا نديروا لك دوك التينيسات، حيت مده 8 سنين كيموتوا. اذا شنو هو سميتو؟ قلت له ودي الله يجازيك بخير، كتب لي هذاك الشيء في ورقه على انني انا ما بقيتش صالح للخدمه، ما بقيتش صالح للخدمه، وسميتو ما عنديش حل اخر انني ندير عاوتاني تينيسات. قال لك خصك تكون تتكبر في السن ديالك عاد يمكننا اننا نديرو لك تينيسات، وما غاديش تحرك شي تحرك كيف كنتي في الاول. هاي رساله اللي عطاني الطبيب، الله يجازيكم بخير على انني ما بقيتش قادر على انني نتحرك. خلعني انا البنك يديو لي الدار، هاي الصحه مشات وتا الدار غادي تمشي ليا، اذا انا فين غنلوح ولادي؟ فين غنلوح ولادي؟ انا ولادي غادي يكبروا، يلا ما حيلتي انني نقلب باش نعيشهم، ما حيلتي انني نقلب على باش نسدد هذوك الديون اللي كيتساني، ما عنديش كيفاش غندير. وحلت قسما بالله لو حلت، ولا اله الا الله محمد رسول الله. وكنتمنى من الناس انهم يشوفوا سميتو ويشوفوا بعين الاعتبار انني والله حتى قسما بالله الا وحلت وما عرفتش كيفاش غادي نسدد الديون ديالي، هذا الشيء اللي كاين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.